عسلامة رسالة اليوم كريمة بالفريز والبنان. بالنسبة للكريمة أنا حضرت الكريمة هذه نص طن فريز، 250 جرام فريز، كعبتين بنان يكونوا طيبين كما هكا طيبين بالقداء، كعبة قارص، حكة كريم فريش، مغرفتين السكر والعصارة باش نعصر ويلزمنا روبو زادا باش ننحي بيه. انا تو باش نبدا باش ناخذ كعبة القارص هذيا باش ناخذ الزيست نتاعها الاصفر برك الزيست هذيا نتاع كعبة القارص باش نبرشها. كعبة القارص برشتها ها هيك هذاك الزيست نتاعها. توا باش ناخذ كعبة القارص باش نعصرها هذيا، نتحسن على الجو تاعها. كملت عصرتها كعبة القارص هذيا الجو. توا الجو باش نصبو، نصبو في الروبو باش نحط الزيست زادا هذايا. وباش نحط كعبات الفريز هذوما باش نلحيهم مع بعضهم مع الجو تاع القارص والزيست. الفريز ترحى شوية تو باش نخلط عليه البنان، الكعبتين بنان هذوما باش نخلطهم مع الفريز. تو باش نقصهم، لازم يكونوا طايبين ماذا بيا كعبة البنان. هذوما الكعبتين بنان هاني قصيتهم وها باش نرحيهم مع الفريز. نعرفش نصب عليهم السكر. اكل الفريز والبنان تلحى. تو باش نحل حكة الكريم فريش باش نحطها زادا تترحى معاهم. الكريمة نتاعنا حضرت، هايكا توا باش نصبها في المشرب وباش نحطها في الثلاجة تقعد ساعة في الفريجيدير تبرد. وعندي الأربع كعبات فريز هذوما ما قلتلكمش عليهم، هذوما بعد باش نزين بيهم في الكوبيت. توا باش نصب الكريمة نتاعي في المشرب باش نحطها في الثلاجة. الكريمة نتاعنا بردت ساعة وحضرت توا راني نعبي فيها في الكوبيت. انا عندي شوية كريمة خذيت زوز كوبيت حطيت لهم شوية كريمة في القعر وباش نصب عليهم توا الكريمة المخلطة. كما تعبيتهم الكوبيت توا الزوز كوبيت اللي محطلهمش الفريزة باش نرمي لهم كعبة الفريز. هذه هي الريسيت نتاع الكريمة اللي بالبنان، فريز وبنان. ان شاء الله عجبتكم الريسيت. هاو باش نذوق. بنينة. بسلامة.